احنا معانا على التليفون جيلان جبر، الكاتبة الصحفية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. مساء الخير يا أستاذة جيلان. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذة جيلان. يعني هل لعبة التباديل والتوافيق الحادثة في لبنان هي قدر الشعب اللبناني أن يأتي رئيس حكومة قام برئاسة الحكومة مرتين قبل ذلك، والتوافق على شخصية لمنصب رفيع زي ده أصبح شبه محال يعني بين الفرقاء السياسيين في لبنان؟ الحقيقة في خلال العام بعد انفجار 4 أغسطس في العام الماضي، وإحنا النهاردة قربنا من ذكرى عام على مرور هذا الانفجار. صحيح. تم استقالة مصطفى، تأسى استقالة حسان دياب. ومنذ أن استقال حسان دياب بعد أسبوع من هذا الانفجار تم ترشيح 3 رؤساء حكومة. لو نتذكر هو حيكون تم ترشيح مصطفى الديب، وهو مصطفى الديب ده سفير لبنان في ألمانيا، وأيضا لم يستطيع أن يشكل. ومن ثم جاء الرئيس سعد الحريري الذي أيضا تم تكليفه ولم يستطيع أن يشكل بعد 9 شهور. والآن يأتي الوزير رئيس الوزراء الثالث ميقاتي، الذي أيضا لا نعلم هيستطيع بعد التكليف ده أن يشكل الحكومة أم لا. يعني في خلال عام ميشيل عون تكلف 3 رؤساء، يعني عشان نكون بس واضحين. معلش، في خلال عام ميشيل عون إيه؟ كلف 3. بس بعضهم بيقول ان هو جزء من المشكله في رايك. ما هو ده، ما هو تكليف الثلاثه محلش اي ما الفوش. ما هو التكليف يعني تم تسميته لرئاسه الحكومه. ايوه، ما قدرش يشكل حكومه. ليه؟ لانه هناك تعنت من الجانب الحزب الله وحزب التيار الوطني الحر اللي هو تيار رئيس رئيس الجمهوريه. يبقى رئيس الجمهوريه وحزب الله بيشكلوا بيسموا اسامي للرؤساء، والرؤساء دول بيأتوا عشان يشكلوا حكومه ما بيقدروش يشكلوا حكومه، لانه بيلاقي تعنت على اسماء الوزراء وتعنت انهم عايزين مناصب جوه هذه الحكومه، وعايزين تلت معطل محاصصه. محاصصه وتلت معطل، وده الاهم في البرلمان. طب استاذه جيلان خليني في البرلمان، في الحكومه، في الحكومه عشان يعطلوا القرارات اللي ما تمشيش مع هوا طائفته. طب استاذه جيلان خليني اسالك، يعني ما يحدث الان في تونس وهو ما كنا نتمناه منذ عقد تقريبا، واتهام حركه النهضه الاخوانيه بان هي اللي خلت مستوى الاقتصاد يتدنى لهذه الدرجه، الا يستطيع الشعب اللبناني رغم انه قام وانتفض ونزل مظاهرات وقال لهم ارفعوا ايديكم عن لبنان ومش عايزين كل الطائفه السياسيه دي، من ينقذ هذا الشعب اللي برضه متحكمين فيه وقاعدين على نفسه، وحتى طلباته ما حدش بيهتم بيها زي ما عمل الرئيس التونسي قيس سعيد بالامس؟ خلينا نتكلم بوضوح اكتر. قيس سعيد اخذ القرار لانه خايف على بلده. انت محتاج ان العهد اللي هو عهد الرئيس ميشيل عون يستطيع. ميشيل عون 87 عام، وزوج ابنته وهو رئيس الحزب جبران باسيل هم السبب مع توافقهم مع حزب الله، اخذوا لبنان رهينه والشعب اللبناني رهينه حتى يستطيع ان ينفذ مصالحه الشخصيه ومصالحه الحزبيه. لان خلي بالك السنه الجايه هيكون في انتخابات نيابيه جديده، وهم عايزين يضمنوا تكون انتخابات، وبالتالي هناك مصالح شخصيه وحزبيه للرئيس عون وحزب الله في ضمان انه جبران باسيل يجي بعديه، لانه في السنه القادمه ينتهي عهد ميشيل عون ويكون هناك انتخابات رئاسيه وانتخابات برلمانيه، وهو يريد ان يضمن الاثنين، يضمن الكرسي الرئاسي لزوج ابنته جبران باسيل اللي هو رئيس حزب التيارات المختلفه، ويضمن ايضا عدم اصدار حزب الله، لان هو من وضعه على هذا الكرسي كان حزب الله. لو تفتكر مع بعض ان لبنان قعدت 2.5 سنين بدون رئيس جمهوريه. طيب. البلد قعدت 2.5 سنين في تعثير رئاسه الجمهوريه بسبب ان حزب الله عايز ميشيل عون، الى ان وافق سمير جعجع وسعد الحريري وعدد من النواب لتسميه ميشيل عون بعد ما لقوا نفسهم 2.5 سنين بدون رئيس جمهوريه. مشكورك يا فندم. عمليه احتلال او احتيال للدوله اللبنانيه من قبل حزب الله. مشكورك يا فندم. ايوه يا فندم.
حزب الله مش لوحده، حزب الله وراء دولة قوية اسمها إيران، هي من تحاصر القرار في لبنان، وهي من تقرر عن طريق حزب الله وعن طريق التيار الوطني الحر اللي هو التيار بتاع ميشيل عون الحاكم، أن تعطل كل القرارات إذا كانت تأليف حكومة، إذا كانت محاربة فساد، إذا كانت تحقيق في الانفجار. احنا بقالنا سنة ولم يتم التحقيق في الانفجار. لا ومش هيوصل لحاجة إذا كانوا ما وصلوش لحاجة. بشكرك جدا. هم ما ابتدوش يا فندم، هو حتى القاضي اللي بيحاول يحقق ويحاول يستدعي شخصيات للسؤال على النترات اللي كانت موجودة في المخازن في المرفأ ما بيروحوش، في هناك سلطة أقوى من الدولة. بشكرك. هناك سلطة السلاح، وبالتالي نحن لا نعلم اليوم نجيب ميقاتي سيستطيع أن يكلف، هو تم تسميته، لكن هل هيستطيع أن يؤلف الحكومة أم سيصبح رئيس مكلف كما سبق لسعد الحريري وكما سبق لمصطفى الديب، إن هما الاثنين يعني تم تسميتهم وفشلوا في تشكيل الحكومة. أشكرك بالضبط. أشكرك جدا أستاذ جيلان جبر الكاتب الصحفي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، ولك الله يا لبنان المنكوب بسياسيك. الكاتب الصحفي الكبير فادي عكوم لما كان منورنا الأسبوع اللي فات قال كانت تأتي فترة كان التعيين حتى المناصب الصغيرة يأتي من المخابرات السورية بالكشوف، الآن لبنان يحكمها إيران ولا من منقذ لهذا الشعب، وسيظلون وراءها إن لم يتحرك العالم لإنقاذ لبنان حتى تخرب لبنان بالكامل.